أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم لكم عن أنواع الكمامات الموجودة في الصيدليات والأسواق. جبت لكم أربع أنواع، أربع باكيتات من الكمامات حتى أشرح لكم عليها. النوع الأول، هذا النوع الأول من الكمامات، هذا طبعا أخواني يتكون من طبقتين وليس ثلاث طبقات، مكتوب هنا طبقتين، وهذا يستخدم في الأجواء المتربة والوقاية من الأتربة والروائح فقط، يعني ليس طبي، حتى هو مكتوب عليه هنا نون ميديكال، يعني ما يستخدم في الأغراض الطبية مثل الفيروسات والبكتيريا، يعني لا يوقي من الفيروسات، فهذا فقط يستعمل في المعامل والمصانع وفي الأجواء المتربة أو كذلك الروائح الكريهة. هذا النوع الأول. النوع الثاني يستخدمه الأطباء وخصوصا أطباء الأسنان. هاي النوعية مثل ما تشوفوها تنشد، يعني نوع لونها أصفر وشريط شريط ينشد مثل ما تشوفون هالشكل، ينشد بالإيد، يعني مو لاستيك مثل هاي، بس هاي لاستيك لبسها سهل جدا، بس هاي مو لاستيك، هاي شريط ينشد مثل ما تشوفون هذا الشريط. هاي يستعملوها أطباء الأسنان في قلع الأسنان وحشوة الأسنان. النوع الثالث والمهم هو هذا النوع اللي يستخدم للوقاية من الفيروسات مثل ما تشوفون، خصوصا فيروس كورونا. هذا طبعا يتكون من ثلاث طبقات حماية، مكتوب عليها ثلاث طبقات حماية، والكمامة تكون سخينة، كمامة تكون سخينة يعني مو خفيفة. هذا يوقي من فيروس كورونا. سعر هذا الباكيت 50 قطعة 7000 دينار. واكو نوع اخر غير شريكة، نفس هاي بس غير شريكة، هذا الباكيت مالته هم نفسه بالضبط، هم 3 طبقات، هذا هم 7000 دينار. يعني اذا ما لقيت هاي النوعية اذا ما لقيتها تقدر تاخذ هاي النوعية اللي هي نفس السعر، هسه حاليا 7000 دينار. هذا النوعية تجيب 2000 2500، هذا مال غير طبي، وهذا موجود 5000 دينار 50 قطعة. فهاي حبيت اراويكم هاي الشغلات الاستفادة منها. فلا تنسى لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.